قبل الفاصل كنت بقول لزميلي الكاتب الصحفي الكبير والناقد الفني المعروف الاستاذ عبد الله غلوش ان انا كل رمضان، مش رمضان ده بس، بفتقد نيلي وفوازير نيلي. فانت قلت لي انت كمان جدا. انا يعني انا كانت ماما الله يرحمها مسجل لنا الفوازير. نقعد حتى بعد طول بعد رمضان طول السنه نقعد نتفرج بقى الخطبه وعروستي وعالم ورق ورق، كل الفوازير بتاعت نيلي حافظينها. انا ولادي حريصين انهم يشوفوها واحنا في رمضان وفي كل حاجه، بس احنا عندنا غياب للفوازير. وهي نيلي لغايه دلوقتي ترند، يعني امبارح كانت ترند بوست هقول لحضرتك عليه كمان شويه. طيب يبقى نقول مساء الخير نجمتنا الكبيره. نعم يا اهلا وسهلا. يا اهلا بيك. كل سنه وانت طيبه يا ست هانم. وانت زي الفل. وانت ما بتغيبيش ابدا يا نيلي. يا حبيبي انت والله طول الوقت في قلوب المصريين فاكرينك ومفتقدينك في كل رمضان. الحمد لله. ده انت الوحيد اللي نفسي اشوفه قدامي التلفزيون. يا حبيبتي ربنا يخليكي واشوفك دايما على خير. انا مبسوطه قوي قوي، انا اول مره هطلع اتكلم على فكره. انا عارف يا حبيبتي وجودك وجودك مع ده ما قالوا لي خير رمضان. طبعا يا حبيبتي، ده انت حبيبه العمر كله، ربنا يخليك ليا. تسلم. كل لي سنه وانت بخير وسعاده ومنوره الدنيا كلها. بس كلهم بقى هيقولوا اشمعنى خير اللي طلع. قول لهم حبيبي بتاع زمان، احنا عشره عمر. ايوه طبعا يا حبيبتي، حتى لو مش هقشر طمر، انا ظهورك لوحده كفايه عندي وطريقتك وكلامك. ربنا يخليك يا حبيبتي. انت لسه ما بداتيش تتفرجي على مسلسلات في رمضان؟ لا ما بتفرج. طب بتقضي يومك ازاي يا نيلي؟ ولا حاجه ولا حاجه ولا حاجه، يعني بتصحي ولا من النوم ولا حاجه مهمه. بس الايام دي بقى الواحد يخرج يفطر يسحور. طبعا دعوات كتير، حبايبك كتير، حبايبي كلهم. هتبقى حريصه انك تتفرجي على الفوازير اللي معايا الناقد الفني الكبير الاستاذ عبد الله غلوش، واللي كان بيحكي لي عن حبه ليكي ومشاهدته لفوازيرك ومن زمان، ومامته كانت بتسجله الفوازير ويقعد يتفرج عليها بعد في طول السنه ما شاء الله يعني. ف اتفضلي. والنبي فيك، انت قلتي لي ان انت شايفه مين تعمل فوازير وتبقى كويسه قوي. بنوتة سمير غانم ودلال. دنيا سمير غانم. سمير غانم دنيا ممثله كويسه قوي وموهوبه كمان. دي كام شوت كده شفتهم بتتحرك يعني، فاكيد تعرف ترقص. هيسعدها رايي جدا. انت عارفة انك بقى ترند بقالك يومين، يعني انت الاكثر ذكرا على لسان الناس في وسائل التواصل. والله والله. طب حلو قوي. الحمد لله. انت حاضرة مع الناس طول الوقت. حبيبي يا حبيبتي كل سنة وانت طيبة، اتمنى لك الصحة والعافية والسلامة طول الوقت بقدر ما اسعدتينا. طلتك دايما كانت بتسعدنا. نفس الكلام ده انا بقوله لك. ده كتير عليا، متشكر جدا. لا مش كتير عليك، لا لو سمحت. حاضر. لو سمحت خلاص. ما تكلمش على اصحابي كده. طيب خلاص. انا راضي، بشكرك جدا يا نيلي، بشكرك جدا. ميرسي يا حبيبي. ميرسي يا حبيبي. ربنا يخليك. هتطلع للهوا ها؟ طبعا نجمة كبيرة يا نيلي. وحشانة جدا، ويعني بشكركم والله على المداخلة دي. هي جميلة ما بتعملش مداخلات بس طبعا. احنا عشرة قديمة وانا بحبها جدا وكنت بتواصل معاها دايما، وكانت من بداياتي التلفزيونية وهي بتكلمني بعد الحلقة تقعد تقول لي رأيها، وهي سيدة جميلة ربنا جدا. ربنا يديها الصحة، ويعني دايما كده كل رمضان لازم نفتكرها ونفتكر الفوازير. كلمني ايه الفوازير بقى دي؟ هي فوازير اعلانية لصالح منتج معين بتاع اجهزة كهربائية، المفروض ان هو بيوزع لاكتر من دوله حول العالم، فكل يوم من يوم 10 رمضان هيعملوا عن دوله من الدول. فاللي يعرف الدوله فياخد بقى خمس اجهزه، ياخد جهاز، ياخد حاجه. ده دينا الشربيني وروبي. ومناسبه دينا الشربيني، دينا الشربيني عامله من احلى المسلسلات الموجوده السنه دي كامل العدد بلس واحد. كامل العدد